ده فيما يتعلق بالقناه، ولكن على الصعيد القومي بقى احنا الحقيقه ما بيعديش 3 اسابيع او بالكثير جدا شهر غير لما نكون بنتكلم مع حضراتكم عن استضافه مصر لحدث دولي، لفعاليات بطوله من البطولات العالميه. ابتديناها باستضافه مصر لكاس كره اليد في يناير الماضي، لتنطلق بعدها طبعا سلسله من البطولات الدوليه المختلفه زي بطوله العالم للرمايه، بطوله سلاح الشيش الدوليه، كاس العالم للجمباز، وطبعا غيرها كتير. وبالمناسبه وصلت عدد البطولات اللي نظمتها مصر خلال الشهور الخمسه الاولى من العام الجاري الى 13 بطوله، بينما كان عدد البطولات اللي استضافتها مصر في العام الماضي باكمله 11 بطوله فقط. طبعا ده مؤشر ايجابي يعني في مساله تنظيم البطولات الدوليه، وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم قبل كده اكتر من مره الحقيقه، يعني مصر لما بنقول ان هي ابهرت العالم بحسن التنظيم لبطولات دوليه بيجي من خلالها وفود من دول كتير جدا، مئات المشاركين، الى جانب طبعا الاجهزه الفنيه والطبيه والاداريه، وكلهم يكونوا موجودين في فقاعه طبيه استحدثتها مصر وطبقتها بعدها مجموعه كبيره من الدول. دي نقطه في منتهى الاهميه، فكره ان مصر بتتصدى لتنظيم فعاليات عالميه، دول عظمى اتهربت وتنصلت من مسؤوليه تنظيمها. دي برضو حاجه ملفته للنظر، اكيد بنهني نفسنا، بنهني القياده السياسيه، بنهني كل القائمين على كل الوزارات المعنيه الحقيقه، ابتداء من وزاره الشباب والرياضه مرورا بوزاره الصحه انتهاء بال 14 15 وزاره كانوا بيتعاونوا في اوقات سابقه عشان ينجحوا جميعا فعاليات بطولات دوليه، فمبروك علينا كلنا. بص بقى انا هقول لك على حاجه، هي مش بس مصر ابهرت العالم، هي ابهرتنا احنا شخصيا كمصريين بصراحه شديده جدا. يعني زمان كنا دايما بنحس ان احنا قليلين او ما نقدرش ان احنا يعني نتقارن بدول عظمى ودول متقدمه، لا لا لا، الكلام ده بقاله كذا سنه متغير تماما. انت كمصري ابتديت تحس ان انت يعني ابن دوله كبيره جدا. مصر طول عمرها كبيره، لكن للاسف كان في بعض السنوات كده زمان جدا يعني كان مش شاعر انت بده، لكن دلوقتي ومن كذا سنة فاتت انت ابتديت تحس ان انت في دولة يعني ما فيش حاجة ناقصها، عندك امكانيات وعندك قيادة سياسية قوية وعندك قرارات بتتخذ وعندك قوانين بتصدر، انت في دولة محترمة بكل المقاييس ومتطورة.